بمناسبة عيد تقدمة الطفل يسوع إلى الهيكل وتجديد وعد لجنة خدام الهيكل، ترأس قدس الأب سامر مدانات بمعاونة الشماس عماد حجازين قداسا إلهيا في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة شبيهة بعمان. حضر القداسة عدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين. وقد تأمل الأب مدانات في موعظته بآيات من الإنجيل والكتاب المقدس، حيث جدد بصلاته تكريس الخدام وقال لهم: إن الاقتراب من المذبح بقلوب طاهرة يتطلب منكم الاستقامة في السلوك والأمانة في الخدمة، داعيا الجميع إلى المواظبة على الصلاة وخدمة الكنيسة والتسبيح لله دائما وأبدا. وفي ختام القداس الذي أحيته جوقة الرعية، تمنى الأب مدانات للمصلين دوام الصحة وشفاء المرضى، كما قدم قدسه الشكر لنورسات على نقلها لهذا الاحتفال. احنا نكرس نخبة ومجموعة من أبنائنا وبناتنا لخدمة مذبح الرب، نتعلم من القديسة حنة النبية. هذه القديسة حنة أمضت حياتها كلها في الهيكل، صائمة متعبدة مصلية ليل نهار في الهيكل تخدم الرب، فحضرت في تلك الساعة واكتشفت حضور رب القوات وملك المجد بالطريقة اللي شافها فيها سمعان الشيخ أيضا. وبعد ما شهدت هذه الساعة وحضرتها أخذت تحدث هي أيضا كل من كان ينتظر مجيء الرب، تحدث بأمر الطفل كل من كان ينتظر مجيء الرب أيضا. وهذا هو رسالة الإنجيل، هاي هي رسالة الإنجيل لكل واحد فينا اليوم، للي بدهم يتكرسوا للخدمة في مذبح الرب، ولكل واحد فينا، لأنه إحنا لما منيجي على الكنيسة نحن نتوجه إلى الرب، نتقدم من الرب، نأتي لنسمع ونلتقي بالرب، ولكن يجب أن نقبل الرب كما هو، زي ما هو بده منا بكل حرية، ومش كما نحن نريد. وهذا يجعلنا نتوجه إلى الآخرين، هذا ما بيخلينا بس نكون نخدم الرب في الهيكل. حن النبي ذهبت تحدث بأمر الطفل كل من كان ينتظر مجيء الرب، وإحنا كذلك نخدم الرب ومنيجي منلتقي مع الرب حتى نذهب بعد ذلك في نهاية القداس إلى كل من ينتظر الرب ويريد الرب ويرغب في الرب. وبحب أشكر كل من ساعدنا في تنظيم هذا الاحتفال، مسؤولين الخدام والكورال خدمة نفسهم، وكذلك اللي ساعدنا في التزيين سيستر، وأيضا نشكر محطة وقناة النورسات اللي نقلت لنا هذا الاحتفال. يعطيكم ألف عافية وألف مبروك وإلى الأمام.